في الوقت اللي تنفسنا فيه الصعداء وقلنا ارقام وزاره الصحه عماله تقل في الاصابات والوفيات، بقى لنا كام يوم كده الارقام بتطلع تاني، وفي كلام، مش في كلام، ده خبر، اكتر من 20 مستشفى للعزل اتفتحت تاني. هل معنى كده ان احنا راجعين لموجه تانيه او ما يسمى موجه تانيه لكورونا؟ وبعدين مش احنا قلنا كورونا لمت الشنط وخلاص سابت مصر ومشيت، وانا وانت بقينا الدنيا هردبيسه خالص، مفيش مشاكل ومفيش كمامات؟ ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف التقرير ده، وبعده انا فاتح زوم بقى يا قمر كده الحاجات الجديده بعد الكورونا، وهنتحاور مع ثلاث شخصيات متخصصه في هذا المجال. نشوف هذا التقرير ونرجع تاني. الحظر يغنينا عن العودة للحظر، رسالة أكدها مراراً وتكراراً الدكتور حسام حسني مسعود رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، في إشارة منه إلى ضرورة عدم الاستهانة بالتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي حتى لا تعود الحكومة إلى سيرتها الأولى بفرض حظر التجوال وأغلاق المؤسسات والأسواق لمواجهة انتشار الفيروس الغامض. وعلى الرغم من أنباء ظهور أول مصل للحماية من فيروس كورونا من موسكو وبكين، فإن توجه الحكومة نحو إعادة تخصيص مستشفيات العزل مرة أخرى بعد خروجها من الخدمة مع تراجع معدلات الإصابة والوفيات في الفترة الأخيرة، فتح الباب أمام تساؤلات حول الموجة الثانية من كورونا ومخاوف ضربتها التالية التي لا طالما تم التحذير منها ومن آثارها. تأتي تلك التدابير على الرغم من أنه منذ بداية شهر أغسطس الجاري لم تكسر الإصابات حاجز 200 حالة يومياً، لكن العادات الاجتماعية وتبادل الزيارات وتراجع الحظر في أجازة عيد الأضحى الأخيرة هي التي جلبت المخاوف من جديد. وتشير بيانات وزارة الصحة بشكل عام إلى تراجع الإصابات والوفيات وزيادة معدل التعافي من كورونا. سياسة الدولة لم تبتعد عن تصريحات الرئيس الذي حذر من احتمالية لجوء الدولة مضطرة إلى الإغلاق مرة أخرى، لتأتي تصريحات الحكومة بالتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التباعد الاجتماعي في مواجهة تخفيف المواطنين إجراءاتهم الاحترازية خلال إجازة العيد. متابعة التصريحات الأخيرة للمسؤولين ورئيس وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقول الآتي: الموجة الثانية محتملة ولكنها غير مؤكدة، لكن الاستعداد لها واجب والحذر منها ضرورة. المحصلة أن الدولة تستعد، ومخاوف الموجة الثانية من كورونا لن يبددها إلا التزام المواطنين بما اعتادوا عليه خلال المحنة: التباعد الاجتماعي والكمامة والمطهرات والابتعاد عن الزحام والكثافات والاختلاط غير الآمن، لتبقى معادلة بسيطة: الحذر يغنينا عن الحظر. الفقرة الحوارية دي هدفها سؤالين، الإجابة على سؤالين. السؤال الأول: هل إحنا داخلين على موجة تانية لكورونا وهل في موجة تانية؟ السؤال الثاني: هل إحنا على أعتاب يعني مصل أو دواء جديد للكورونا بعد ما أعلن الرئيس الروسي بوتين على اكتشاف هذا المصل؟ معايا بقى عبر الإنترنت تطبيق زوم دكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك من الولايات المتحدة الأمريكية، ومعي الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، ومعايا أيضا دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام المناعة والباطنة والبطنة بجامعة عين شمس. أهلا بحضراتكم جميعا معي الليلة، وبشكركم على أنكم هتحلنا هذا الوقت على اختلاف التوقيتات. هبدأ بدكتور هاني عياش الأستاذ بجامعة نيويورك، وعاوز أسأله
فيما يتعلق بالموجة الثانية لكورونا، هل فعلا العالم على اعتاب ما يسمى بموجة ثانية، ولا هي انتكاسات والفيروس لسه ما انتهش؟ تفضل دكتور هاني. اهلا بحضرتك استاذ محمد، واهلا بالمشاهدين جميعا. لا طبعا هو من بلد لبلد محدش يقدر يقول في سكنت موجه ثانيه ولا لا، لان في بلاد تل في الموجه الاولانيه هم لسه موجودين زي امريكا، وهي انتكاسات زي ما حضرتك بتقول سبايك تطلع وتنزل، ده نتيجه لسلوك الاشخاص اللي موجود، لانه النتيجه انه اي ارتفاع او انخفاض في الكورونا في الار نوت زي ما احنا بنقول او الحالات الجديده بتيجي بعد 6-8 اسابيع ل10 اسابيع من سلوكياتنا. يعني اذا الناس ابتدت تنزل وابتدوا يختلطوا ببعض بياخدوا حوالي اسبوعين عشان الناس يبقى يجي لهم اعراض، وبعد كده كمان ده لما بيجي لهم اعراض بيكونوا عادوا ناس ثانيه، لان المريض لما بيشتكي بيبقى في يومين قبليهم بيعدي وهو ما يعرفش، ودي الخوف من كل الناس اللي بتشتكي. اما اللي ما بيشتكيش ده بنسميه سايلنت بوزيتيف، اللي هو بيبقى عنده الكورونا وما بيشتكيش، وده اخطر ما يمكن لانه ماشي بينتقل. طب اسمع لي دكتور هاني، هل في موجه ثانيه حصلت في اي دوله في العالم؟ ما حدش يقدر يقول او لا، سؤال صعب جدا، وما حدش يقدر يقول هتحصل ولا لا، لكن الموجه الثانيه اعتقد هتبقى اخطر لو جت، لانه هتبقى معاها H1N1 انفلونزا، وهيبقى الاثنين مع بعض، وهتبقى دي مشكله كبيره، لان في البلاد اللي فيها تيست زي عندنا زي في امريكا ممكن تكتشف بتحليل الانف، بناخد عينه ونشوف اذا كانت دي فلو انفلونزا ولا كوفيد 19. اما في معظم البلاد اللي ما بتحللش العيان هيجي باعراض متشابهه، والعلاج بتاع ده غير العلاج بتاع ده، وبالتالي بنفتكر ان هو انفلونزا هو كورونا، ممكن نفتكر انه كورونا هو انفلونزا، والتشخيص ده هتبقى اسوء. بلس ان البرد لما بيجي اللي جاي ده هيخلي الناس اللي قاعده في الشوارع هتبتدي تلتزم في بيوتها، واحتكاك الناس وتزور بعض في البيوت وكلام من ده، والاحتكاك ده كله هيزود المشكله لو حصل موجه ثانيه. فالموجه الثانيه مش معناها ان هي لا ترتبط بالاسم الموجه الثانيه، هي زي ما احنا بنقول حريق في غابه، اذا كان في وود اذا كان في خشب هتحرق، اذا ما كانش في خشب مش هتحرق. فسلوكياتنا هي التي ستنتج عن موجه ثانيه او لا، لكن تيل ناو ما حدش يقدر يقول اذا كان في موجه ثانيه ولا لا، الا في البلاد اللي اختفت فيها تماما، ودي فيري لير زي نيوزيلندا ابتدت اول امبارح طلع فيها 8 حالات. 8 حالات ابتدوا يبتدوا يعملوا فلوتات. والصين الصين حصل فيها ارتداد ايضا. يعني الصين المشكله في الداتا بتاعتهم، احنا ما بنثقش في الكلام الاعلان عن الـ عن الـ عن بدايات المرض كانوا مخبيينه، الداتا بتاعت المرض كله بنسبته والاعراض كل الداتا بتاعت الريسيرش بتاعتهم كانت الاول مش كلير. ابتدينا ناخد داتا، اول ناس ابتدوا يتكلموا على الداتا بصدق هم الايطاليين، وكانوا واحنا في امريكا هنا ابتدينا طبعا نتكلم الموضوع بشفافيه تام، لكن الصين ما نعرفش ايه اللي بيحصل عندهم جوه، لكن هم هل حصل ايه وقفوا خالص ويدونوا لان هم بيخبوا، لكن ما نقدرش نقول اذا كان. خلينا نروح لدكتور شريف حته. ودكتور شريف، مؤخرا الارقام في مصر بدات تزيد حتى ولو قليلا، في خبر عن اعاده فتح عدد من مستشفيات العزل، وصلنا ل 20 مستشفى. انا كمواطن لما اقرا الاخبار دي كده ابدا احس بقلق واقول لا يلا ارجع بقى البيت او الدوار واقفل عليك وتربس. هل احنا فعلا في مصر الارقام هترجع تتصاعد تاني يا دكتور شريف؟ انا استاذ محمد بحضرتك وبالساده المشاهدين، ما نقدرش نقول ان الارقام هترجع تتصاعد بشكل كبير الا في حاله اذا احنا لم نلتزم بالاجراءات الوقائيه اللي اقرتها الوزاره من بدايه الازمه. الازدياد في الحالات اللي حصل ده يا استاذ محمد نتيجه زي ما بيقول الدكتور هاني، او بالمنطق كمان كده احنا في منحنى ماشيين عليه، قلنا بنقول الحالات بيبقى في ازدياد تدريجي في الحالات بنوصل للذروه، وصلنا لذروه الحالات بعد عيد الفطر كان في زياده كبيره جدا في عدد الحالات، وكان في المستشفيات ما كانش فيها اماكن مستشفيات العزل والرعايه، بدا يبقى في الحمد لله انخفاض في عدد الحالات الاصابات اليوميه، وبدات مستشفيات العزل تخرج منها الناس ونقفلها، وده كان كرم من ربنا سبحانه وتعالى، وبدانا نخرج من حاله الذروه اللي كانت فيها الحالات. وبناء عليه بدات البلد تفتح، وبدا ينزل الناس للشوارع، وبدات تنزل المواصلات العامه تفتح، وشلنا الحظر خالص.
كان المفروض على الناس ده انها تقدر الكلام ده بانها تلتزم اكتر بالاجراءات الاحترازيه المطلوبه. لو حضرتك بصيت بنظره بسيطه كده بالشارع هتلاقي بدات الناس تستهين شويه بالاجراءات، هتلاقي في بدات الناس الاستهانه دي هي اللي ادت الى ارتفاع الارقام بشكل كبير، هي اللي ساعدت في ارتفاع الارقام، لان الناس بدات خلاص ما فيش يلبس الكمامه كده على استحياء علشان يعدي من اللجنه. بعد كده في الاماكن المزدحمه كنت بشوف الناس بتسلم على بعض عادي. لا احنا رجعنا نبوس بعض عادي دلوقتي يعني. ما ده الخوف ده انا كنت متوقع ان ده ممكن يحصل لانه الناس كانت زهقت. لكن تعريف حضرتك ان صعب نقول ان احنا في موجه تانية في مصر، لكن لا هي مش موجه تانية، لا هي عباره عن تكمله للموجه الوباء العادي الاولاني، تكمله ليه نتيجه ان احنا ما التزمناش بالقدر الكافي والصحيح، فده ادى الى زياده في الحالات مره اخرى. نرجعه ازاي؟ بان احنا نرجع نلتزم تاني بالاجراءات الوقائيه. دكتور اشرف عقبه، تحياتي طبعا بصفه حضرتك رئيس اقسام المناعه والبطنه بجامعه عين شمس. هل تابعت الحديث اللي قاله الرئيس بوتين عن اكتشاف لقاح للفيروس كورونا وعدم ترحيب العالم؟ انا تصورت البورصات دي هتطلع للسماء والدنيا تزغرت في كل دول العالم. ردود افعال الدول ومنظمة الصحة العالمية يعني كبوا علينا دش بارد وعلى المعلم بوتين كمان. تعليقك. لجنة الابحاث في العالم كلها بتتسابق علشان تنتج اللقاح لعلاج كورونا، وزي ما حضرتك تعرف انه في امريكا شركه موديرنا، وفي انجلترا جامعه اكسفورد، وفي الصين وروسيا لقاحات وصلت الى درجات او مراحل من التطوير عاليه جدا. نعم. لقاح الروسي الحقيقه هو لقاح في وجهه نظر وفكره، اعتقد انه نفس الفكره هي فكره اللقاح الانجليزي وكمان اللقاح الصيني، وهو استخدام ناقل من الفيروسات. انا اعتذر لك دكتور اشرف عقبه وهروح لحد تاني على بال بس ما يظبطوا الصوت مع حضرتك لان السماعات تقريبا فيها مشكله. دكتور هاني عياش، في امريكا ليه انتم لم ترحبوا باعلام بوتين عن اكتشاف لقاح جديد؟ ايوه هو يا استاذ محمد اي لقاح هتبقى معايا الصوت طب انا اسف يا دكتور اشرف، حضرتك سامعني الصوت واضح؟ سامع حضرتك. ايوه استاذ محمد سامع حضرتك كويس. طيب ماشي اتفضل كمل تعليقك. كنت بقول لحضرتك انه اللقاح الروسي الحقيقه بيعتمد على وجهه نظر وفكره، هي فكره متقدمه لحد شويه، لان هو هنا بيستخدم اثنين ناقل من الفيروسات الادينو فيروس غير اللقاح الانجليزي اللي هو بتاع جامعه اوكسفورد واللقاح الصيني. لكن لم تحدث انه النتائج اللي تم تسجيلها في اللقاح الروسي لم يتم نشرها، وكمان هو تخطى المرحلة الثالثة من دراسة مأمونية اللقاح بتاعه، وبالتالي هو ده اللي مخلي العالم عنده قلق من استخدام اللقاح الروسي، علشان لم تظهر حتى هذه اللحظة نتائج على عدد كبير من المتطوعين اللي ممكن انه فعلا العالم ياخد بهذه النتائج ويقدر يستخدم اللقاح. لكن برضو اللقاحات التي تتم انتاجها وتطويرها في المراكز الابحاث العالميه هي الحقيقه على درجه عاليه جدا من الافكار اللي ممكن الحقيقه ان احنا برضو نطمئن اليها. علشان كده لازم الاول يتم دراسه اللقاحات وعمل كل المراحل التجريبيه بدرجه من التأني، علشان نقدر فعلا ان احنا نعتمد على النتائج ونقدر نستخدمها من ناحيه الفاعليه والمأمونيه في نفس الوقت. اشكرك دكتور اشرف، اروح لدكتور هاني معلش. ودكتور هاني، امريكا ليه حتى هذه اللحظه ما اعترفتش بلقاح بوتين او روسيا؟ هو حضرتك في اساليب علميه لعمل اللقاحات، في ستيجز، في درجات، منها البري كلينيكال المرحله قبل الكلينيكيه والمرحله الكلينيكيه، في 135 لقاح في المرحله بتاعت قبل الكلينيكيه، وفي عفوا في 135 لقاح حتى الان، لقاح حتى الان بيجري تصنيعهم في المرحله الاولانيه خالص البري كلينيكال، وفي 20 واحد في الكلينيكال في الفيز 1، وفي 11 واحد في الفيز 2،
وفي 8 في الفيس 3 وصلوا للمرحله انهم بيعملوا كميه على الـ على الـ على 1000 على الاف من المرضى، وفي 2 ابروفد اللي هو الصيني والروسي. المشكله في الروسي انه لم يتبع التعليمات ولم يتبع الستيجز ومخبي برضو. وانت عارف المشكله لما بتطلع من بلاد القوانين فيها فليكسبل، لانه ممكن تعمل فيها تعدي مرحله وتعمل مرحله دي غير موثوق فيها. وهو طب ما الصين كده برضه، ما الصين كده دكتور هاني يعني الدنيا حلوه والختامه معانا. بس الصين ظبطت، نشرت في اللانست من حوالي كذا يوم، نشرت هما بيعملوا ايه، وابتدوا يجربوا 9000 شخص في البرازيل، وابتدوا يقولوا ان الناس دول الدكاتره والتمريض اللي هم خط الدفاع الاول. بتوع روسيا نشروا في 79 عيان المرحله الاولى، ودي كانت ومش ناشرين هم عاملين ايه، وزي ما تكرم دكتور اشرف قال وما كان في، بس هم عندهم تجربه من 1973 وكان في مشكله في الاثنين دول برضه. فهم في مشاكل في التصنيع عندهم ومش مطلعين، وعدوا مرحله كل اللقاحات اللي هتطلع دلوقتي هياخدوا حاجه اسمها emergency used authorization، او هيعدوا يعني اللقاح لما يبقى approved بيقعد سنين عشان تطلعه. كون ان انت تطلعه فتره زمنيه قليله وتجرب السيفتي بتاعته، فبتاخد يعني بيويفنج يعني بيستثنوه من مرحله معينه بحيث يطبقوه على البني ادمين. بس بوتين بيقول لك، بوتين بيقول لك ومفيش اخلى من الضنا يعني، وحلف يعني ان الراجل ادى لبنته يعني، في اكتر من كده؟ هو لم يشر الى اي من بناته. اوكي، هو عنده بنات كتير كده لم يشر الى اي واحده من بناته. كويس، وهو ده برضو من الحاجات اللي عملوا لها كريتيسيز للموضوع، ان اللي نقدوه ان هو بيتكلم بس هو ممكن يكون صح. احنا كوفيد 19 يا استاذ محمد از جراي، لونها رماد، مفيش ابيض واسود. المرض غير معروف من A to Z. احنا عرفنا عنه كتير قوي لما ابتدى جه امريكا ولما راح ايطاليا، ابتدينا ندرس. وحتى المشكله في المضاعفات بتاعته، احنا ليه بنخاف من كوفيد 19؟ ليه ما بنخافش من حته ثانيه؟ احنا نفسنا ان كوفيد 19 يوصل انه يبقى زي الانفلونزا، ان احنا نبقى عارفين لما يجي لك انفلونزا تاخد علاج. دلوقتي كل العيانين اللي عندك في مصر، كل العيانين في امريكا لما بيقعدوا 14 يوم في البيت، ما فيش بروتوكول العلاج. كل الادويه اللي بتتاخد قبل المستشفى، فيتامين سي وهيدروكسي كلوروكين والكلام ده كله، ثبت انه ملهوش حاجه ذات قيمه. يعني امريكا خلاص قالت لبوتين باللقاح بتاعك يعني لسه كويري، ما نقدرش نحكم الا لما هو ابتدى يدي للناس بتوعه، لكن مش هيقدر يطلعه بره. بس تقديرك بقى دكتور هاني، العالم هيشهد لقاح امتى؟ هل على الشتاء القادم زي ما اتقال يعني؟ هو اول السنه الجايه هتكون الى حد كبير. هو في 3 لقاحات مبشره طبعا، بتاع موديرنا امريكا، وبتاع اوكسفورد شغال كويس، وبتاع المانيا مع فايزر بايوميد شغالين، هم الثلاثه مش شغالين كويس. اعتقد الصين لو قرب، لو هم افصحوا اكتر شويه هم ايه، لانه ما فيش حد هيديلهم ابروفل، منظمه الصحه العالميه مش هتديلهم موافقه الا لما يطلعوا الداتا، وهيراجعوا الداتا، لان هو في المرحله الاخيره حتى لو صنع الابروفل بعد كده المانيفاكتور بعد الكواليتي كنترول، فهو لازم يديله موافقه وبعد كده هيصنعه وبعد كده هيشوف السايد افكت. فده ياخد من 6 لـ9 شهور قادمه كمان اعتقد على نهايه السنه. هو المشكله حضرتك انه ما بقاش تصنيع اللقاح علمي، هو بقى سياسي دلوقتي، هي حرب اللقاحات. امريكا قالت وبعد كده انجلترا قالت، فالصين دخلت، فروسيا قالت لا انا كمان معاك، ابتدوا يجربوه. الصين بيجربوا في الجيش بتاعهم وخدوا ابروفل من الجيش بتاعهم. فده هما كل دي حرب اقتصاديه، بس اللي يهمنا في الاخر انه يبقى سيف، انه يبقى امن. دكتور شريف حته، احنا فين من الموضوع اللقاحات ده؟ وهل احنا هنقعد نستنى ونبعت نستورد، ولا مصر شغاله على حاجه زي كده؟ اكيد كل المراكز البحثيه عندنا وكل المؤسسات العلميه شغاله على موضوع تصنيع اللقاح، ولكن عايز اقول لك برضو الموضوع محتاج امكانيات عاليه جدا. محتاج، احنا عندنا امكانيات علميه بشريه كويسه، ولكن انت بتتكلم في معامل وبتتكلم في اجهزه، محتاجه امكانيات ضخمه قد تاخد مننا وقت شويه على خلاف الدول الاخرى اللي عندها امكانيات عاليه. طب اذا احنا كده هنستورد يا دكتور شريف يعني؟ طبعا على مش هنلحق نصنع يعني، مش هنلحق نصنع طبعا على اغلب الظن. احنا هنستنى نستورد، بس بنشوف بقى ايه الدوله اللي قدرت تاخد الموافقه على اللقاح بتاعها. وانا بضم صوتي جدا لصوت دكتور هاني لما بيقول انها دلوقتي الموضوع حرب شويه ما بين الدول. فلما حضرتك تقول
ليه الدولة الفلانية ما وافقتش على اللقاح الروسي. حط في اعتبارك برضو ان في بتبقى في اهراض سياسية شوية، فنركز على الناحية العلمية. علماءنا هنا في مصر برضو يحطوا قدامهم الناحية العلمية للمكان اللي هجيبه منه اللقاح، هل هو فعلا مر بمراحل التصنيع المضبوطة والعلمية وبقى آمن وفعال بدرجة اللي أقدر أجيبه وأتمن إن أنا أجيبه للشعب بتاعي، ولا في أغراض في مصلحة ما بين دولة وأخرى، فبالتالي القرار عندي هيختلف. فموضوع اللقاح ده زي ما حضرتك بتقول وأثرته موضوع مهم جدا. الكلام اللي قاله بوتين برضو بأنه هو إدال بنته، أنا الكلمة مش لقيلها تفسير، هو إدال بنته فما جالهاش كورونا ولا إدال بنته وهي عندها ولا إيه؟ يعني الفكرة أنه حضرتك لازم ينزل يتجرب. الحته كمان حضرتك بتتكلم فيها بتاعه ان احنا بنتكلم فيها الدكتور اشرف انه ان احنا نعدي من المرحله بتاعه استخدامه على عدد كبير من البشر، ما احنا لازم برضو هنستثني المرحله الاخيره دي عشان ينزل ونقدر نجربه على ملايين البشر، لانه هو الوباء اصاب حوالي 20 مليون تقريبا دلوقتي عالميا، وبالتالي انت محتاج تجربه على اكبر عدد ممكن، مش اكتفي بال 10,000 بس اللي بناء عليه انتقلت من المرحله الثانيه للثالثه. فأنا محتاج أنزله السوق ومحتاج أصدره وأجربه عندي حتى في البلد على أكبر عدد ممكن عشان أقدر أعرف نتيجته وأخبارها إيه. دكتور أشرف عايز أسأل حضرتك، هو الحديث عن وجود لقاح أو نصل إلى اكتشاف لقاح اللي هو المصل علشان اللي ياخده تطعيم لا يصاب به يعني، طب هو الوصول إلى العلاج أصعب من الوصول إلى اللقاح؟ الوصول إلى العلاج أو الأدوية برضو لازم يمر بنفس مراحل التجريبية اللي هي ما قبل استخدامه، لأنه أي دواء أو أي علاج ممكن استخدامه سواء هو كيميائي أو علاج مناعي المفروض أنه بيمر بمراحل تجريبية علشان يتم فعلا التأكد من سلامته إلى جانب أثر السلبية اللي ممكن تحصل. أصل عفوا دكتور أشرف العالم كله بيتكلم على اكتشاف لقاح لقاح، ما حدش قال اكتشاف علاج، ولا دايما البداية بتبقى ظهور اللقاح الأول؟ لا، هي الفكرة انه اللقاح ده بيحمي الأصحاء، أما العلاج فهو ده علاج للمرضى. صحيح. إذا كان حضرتك عايز تمنع التفشي فبالتالي اللقاح هو ده اللي هيقلل أعداد المصابين والأرقام بتاعة المرضى الكبيرة، لكن العلاج هو ده اللي هيبقى يستخدم للناس اللي تم إصابتهم فعلا، وبالتالي العلاجات هي احتياجنا ليها في المرحلة اللي احنا فيها هيبقى أقل شوية. احنا يهمنا ان احنا ننقذ البشرية، والبشرية بالأعداد الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها احنا محتاجين مليارات الجرعات من اللقاحات علشان نحميهم من الإصابة. أما بالنسبة للعلاج فده لو تم فعلا اكتشاف اللقاح يبقى احنا مش هنبقى في احتياج الى العلاجات بنفس الكمية اللي احنا محتاجين فيها اللقاحات. طيب دكتور اشرف، طرح العلاج او شركة اكتشفته، هل هتقدر تغطي 8 مليار مواطن؟ ما ده هياخد عشرات السنين ولا ايه؟ يعني هيتم توزيع اللقاحات دي ازاي؟ هيتم تصنيعها ازاي كده؟ هيبقى فيه طبعا اولويات، يعني بالنسبه للقاحات لازم يكون فيه اولويات لاستخدامها، والاولويات هتكون للناس اللي في خط المواجهه الاول اللي هم الاطباء اللي بيواجهوا العيانين اللي عندهم المرض. اي طبيب هياخد؟ هل الطبيب الامريكي ولا الطبيب اللي في دوله افريقيه تعبانه؟ خلي بالك احنا بنتعامل هنا مع مرض بيهدد البشريه كلها، وإذا كانت في دولة هتستأثر بأنها تستخدم الدواء لنفسها فقط فهي غلطانة، لأنه المرض بدأ في الشرق وانتقل وزاع صيته في الغرب، فالأعداد المصابة في الغرب دلوقتي 10 أضعاف اللي موجودة في الشرق، وبالتالي لازم إحنا نتعامل مع البشرية كلها على حد سواء. يعني لازم أي منتج للقاح أو دواء لازم فعلا يوزعه على العالم كله بالتساوي، وإلا هو مش هيحمي نفسه بس، لكن هو لازم يساعد كمان ويساهم في حماية البشرية كلها. دكتور هاني، غير ان في دول ممكن تصنعه كمان يا أستاذ محمد. نعم، في ممكن دول تاخد الدواء بيتصنع ازاي ويصنعه هي عندها. هو ما قرأته ان هيتم نشر يعني اسجاز التعبير البروتوكول التصنيع على الانترنت بالضبط.
فبالتالي تقدر الدول اللي عندها امكانيات كويسه تصنع الدواء في المصانع. بالتالي عندنا في مصر في مصانع ادويه كويسه جدا على مستوى عالي، تقدر تاخد البروتوكول ده وتصنعه، وبالتالي يبقى بيتصنع عندي يكفي عدد المواطنين اللي موجودين. طب والشركه اللي اخترعته او اكتشفته ودفعت مليارات دي هتكسب ايه كده؟ اكيد يعني. اكيد هيبقى في نوع من التعاون والبروتوكول التعاون، وفي مقابل مادي بشكل او باخر. لكن ما تقدرش زي ما حضرتك قلت في بدايه كلامك، الشركه لوحدها ما تقدرش تغطي العالم كله. لكن اكيد مش شركه واحده، مش شركه بالظبط هيتوزع. هي انا ليا مداخله بس يا استاذ محمد. اتفضل. اللقاح والعلاج ماشيين على نفس اللاين. احنا مش بنفضل لقاح او علاج. اللقاح وقايه، مش اللقاح ده نهايه العالم. لانه الانفلونزا، اللقاح الانفلونزا من سنتين لو تفتكروا انه كان نسبه النجاح بتاعته 22%. فاذا هو مش نهايه العالم ان احنا نجيب لقاح. انت ممكن تجيب لقاح ويطلع فيه النسبه الوقايه للناس 52%. هو طبعا بيقول انه هو ابروفد لو هو زاد عن 50%. لكن الفلو من سنتين فاتوا كان عامل كده. فاللقاح لازم يمشي في نفس الوقت مع الدواء، وفي ادويه كتير احنا بنشتغل. لا معلش يا دكتور هاني، انا برضو حضرتك متخصص، عايز افهم الناس، يعني مش شرط اللقاح اللي ياخده لا يصاب بيه، ممكن ياخده ويصاب. بالضبط. وبعض الادويه، بعض اللقاحات لو هي زي ما بعض الاطباء عارفين، لو هي مضاعفه ممكن تزيد المرض، وفي لقاحات كتيره وقفوها عشان زودت المرض. فاللقاح موجود واحنا عارفين انه هيقلل كتير قوي، وان شاء الله هيقلل الكلام ده. لكن هو لازم نمشي في نفس الخط مع العلاج، يعني اللقاح جنب العلاج. العلاج بتاع الكورونا، المشكله في التشخيص بتاع الكورونا حتى، او تعريف الكورونا، بيسمينه سارس. سارس يعني التهاب سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم، التهاب في الرئه، حاجات الرئه. السارس الكوفيد 19 مش مرض رئوي يا جماعه، الكوفيد 19 مرض رئوي ومرض اوعيه دمويه. فاذا التشخيص، اسم السارس غلط، هو سارس ويز باسكولايت مع التهاب في الاوعيه الدمويه. عشان كده احنا ابتدينا عفوا، هي دي فكره الجلطات اللي تم تداولها صحفيا. بالظبط، هي دي طبعا، لان كل الار ان اي فايروس انكلودنج الايد، حتى الايد بيعمل جلطات. هم دي موجوده، ار ان اي فايروس بيعمل جلطات في الشرايين والاوردة. حتى كان في الشرايين ولا في الاوردة في ديبيت. احنا بنعمل دلوقتي اي ار بي ستادي كبيره جدا، الحمد لله. انا البرنسبل انفستيجيتور فيها في مصر وفي امريكا. انا بعمل على 800 عيان في امريكا عندنا، وبعمل في مصر عندنا حوالي 500 عيان مع بعض الجامعات. بنشتغل على ازاي نقلل المضاعف، يعني لو واحد جاله كوفيد 19 ازاي ما تدخلش بالجلطات. كانوا زمان بيدوا كان لغايه دلوقتي بيدوا الانتي كواجلانت اللي هو مضادات السيوله. ابتدينا نفكر في حاجه صغيره خالص، اذا كان هو هل بيجي في الشريان ولا في الوريد؟ لو في الوريد هيقف عند الشريان ويقف، ما يعديش الناحيه الثانيه الجبهه. طب دكتور هاني، احنا متوقفين في مصر ازاي دوله يعني في حجم تقدم امريكا ويعني لبست في الحيطه مع كورونا اللي جت؟ هقول لحضرتك ليه. لانه انت حضرتك لما تبقى واقف واحد يروح ضربك بالقلم من غير ما تاخد بالك، هتبتدي تترنح لغايه ما تقوم تضربه، وده نسبه الترنح. بس لا، انا اسف يا دكتور هاني، العالم كله اتضرب بالقلم بس المانيا تجاوزت القلم. لانه الكاركتر بتاع الشعوب اللي بتسمع الكلام غير كاركتر بتاع شعوب ليبراليه. عايزه حريه. حتى يقول لك انت بتلبسني الماسك دي، مش ده ضد القانون ان انت تغصبني ان انا اعمل حاجه. هو دي الفكره. وبعدين هي دي زي ما بيحصل في بعض الاماكن، وده اللي حصل في الجنوب، ان هم ابتدوا الصيف جه، فابتدوا ينزلوا. يعني الزيادات اللي موجوده في امريكا دي دلوقتي من ابريل، لانه ابتدوا ينزلوا على الشواطئ وابتدوا يعملوا بارتيز وكلام من ده، فابتدى يحصل كده. واحنا وهنا في امريكا 300 مليون، فالموضوع 300 وشويه، فالموضوع هو خواص الشعوب. فالوقايه في المرض ده هو حضرتك اخره ايه؟ احنا وصلنا لايه؟ العلم، تغسل ايدك بشويه صابون او تبعد عن الناس، هو ده اقصى تطور لينا. هو ده بينطبق عليه انه الوقايه خير من العلاج. الايدز بقاله 50 30 كام سنه اهو، ما جبنالوش علاج معين، احنا لسه بندي وبنقلل الفايرال لود بتاعه عشان نبتدي نعالجه. لكن هل بندي علاج بنضيعه؟ نو. لكن هل في تكسين لغايه دلوقتي؟ نو. فهو اللي بيحصل انه التطور ده. هروح للدكتور اشرف عقبه واقول له انت شايف اللي جاي ايه؟ هل احنا يعني الحكومه تبدا تعيد الاجراءات الاحترازيه
مرة أخرى وتاخد إجراءات يعني فيها قدر من الحزم، ولا شايف لا نرجع بقى شغلنا والدنيا زي الفل، خاصة الدوري رجع والناس بتتفسح وقاعدة على القهاوي والحياة بيس؟ يعني فكرة التعايش الحقيقة لازم تعتمد على التوازن، التوازن بين الحفاظ على الصحة ومنع المرض إلى جانب تسيير الأعمال وجري وراء أكل العيش. فإذا حصل أن التوازن ده كان موفق، يعني الناس فعلا التزمت بالإجراءات اللي بتفرضها الدولة، وخاصة في الفعاليات الكبيرة زي مثلا الامتحانات والانتخابات اللي تمت، إلى جانب كمان أنه الناس تلتزم بالابتعاد أو التباعد الجسدي ولبس الكمامة وغسيل الإيدين بشكل منتظم، أعتقد أنه ده هيخلينا على الأقل نحافظ على الإنجازات اللي إحنا قدرنا نوصل لها. وإن إحنا بس حضرتك ترى أنه لا يوجد موجة ثانية من كورونا في مصر؟ الخط قطع. طيب اروح ليه؟ لا يوجد. لا يوجد. لا هيوجد. نو ما حدش يقدر يجاوب السؤال ده يا استاذ محمد. نعم ما حدش يقدر يجاوب على السؤال ده. يجاوب السؤال ده، احنا لازم نكون قفلنا الموضوع خالص وبعدين نقول في موجه تانية، والموجه التانية زي بقول لحضرتك ليها ما حدش يقدر يجاوب عليها حتى في امريكا. هل هيحصل موجه تانية ولا الموجه الاولانيه مستمره؟ لان الفيروس ما تاثرش بالحر، وهو في بيبر واحده بس قالوا انه الورم ويذر او الحر جو الحر بيقل 20% من نسبه الانتشار، ده بيبر واحده بس. لكن في تكساس تحت عندنا درجات الحراره عاليه جدا وابتدى يزيد. فما فيش اي حاجه تقدر تقول. وعلى فكره باي ذا واي الموضوع الثاني في مصر، دكتور شريف احنا عندنا من اقدم المصانع المصنعه للفاكسين في العالم. احنا عندنا مصانع محترمه جدا 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 في مصر. طب دكتور شريف انا ليه يعني ماشي احنا عندنا افضل المصانع، بس انا السؤال اللي عند الساده المشاهدين ودكتور شريف لو يجاوبنا عليه، ليه النسب عندنا هي الاقل الحمد لله في حتى في المنطقه العربيه؟ احنا جنبينا الكويت سجلت 600 من يومين اللي فاتوا، السعوديه تجاوزت 1500. عندك تفسير دكتور شريف؟ واحنا الحمد لله ربنا ساترها معانا. هقول لك الحمد لله ممكن تكون احنا عندنا النسب المسجله في الوزاره ممكن يكون في شويه حالات اكتر كمان موجوده بس ما بتتسجلش. الموضوع بيعدي. عايز اقول لك الشعب المصري عنده بقى عنده اكتسب خبره كمان في طريقه التعامل ازاي في مع الكورونا او مع الاصابه، بان هو بيتبع بعض الاجراءات، ان هو بيعزل نفسه، بياخد الادويه اللي هو سامعها في البروتوكول، بيستشير طبيب مقرب ليه، والدكاتره دلوقتي برضو اكتسبوا خبره كويسه في بروتوكول العلاج بالحاجات البسيطه اللي موجوده. ان لم يكن المريض الحمد لله عنده اي مشكله تخلي الاعراض تزيد عنده بشكل يستدعي ويتطلب دخول مستشفى او رعايه، فخلاص بيتعامل مع الموضوع من المنزل، بيبدا ياخد الادويه وبيعزل نفسه ويتبع الاجراءات. اديني في 30 ثانيه كلمه اخيره فيما يتعلق بالموجه الثانيه والوصول الى مصر خلال قد ايه تقديرك كدكتور شريف؟ في خلال ان شاء الله من 6 لـ9 شهور كده باذن الله بيبقى موجود لقاح معتمد باذن الله وفعال. الالتزام بالاجراءات الوقائيه الثاني، نرجع ما ننساش وما نستهينش بالوضع بان في عدد حالات قليل، لا نحافظ على الكمامه، نحافظ على غسيل الايدين، التباعد الاجتماعي في الاماكن المغلقه، وكمان نطالب الحكومه انها توفر طبعا الكمامات والكحول الموجود علشان نظافه الايدين والمحافظه ده على الشركات اتضربت خلاص اللي كسبته قعدوا دلوقتي ينشوا مش لاقيين حد يشتري كمامات. طيب عايزينهم يشتغلوا تاني. دكتور اشرف كلمه اخيره فيما يتعلق بالوصول الى اللقاح في مصر تقديرك خلال قد ايه؟ ايضا الموجه الثانيه، هل احنا داخلين على موجه ثانيه ولا احنا الامور شبه ثابته في مصر؟ دلوقتي اعتقد انه فكره الموجه الثانيه ان شاء الله مش هتحصل، وده نتيجه انه اكتساب الخبره والالتزام بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه، الى جانب على الناحيه الثانيه ان شاء الله هيكون في لقاح وان شاء الله هيكون في علاج. وبالتالي اللقاح خلال قد ايه يا دكتور اشرف؟ اللقاح
اللقاح احنا ما نقدرش نحدده، لانه بدأت تظهر دلوقتي لقاحات زي ما حضرتك تعرف في الصين وروسيا، واحنا متوقعين انه شركة موديرنا فورا هيكون عندها لقاح يمكن على اخر شهر نوفمبر، وبرضه نفس الكلام بالنسبة لجامعة اوكسفورد. اعتقد ان اللقاحين دول هم هيكونوا السباقين في استخدامهم على مستوى العالم، لانه الدراسات اللي بتعمل في الدولتين هي دراسات معمولة على مستوى اعلى ممكن تثق فيهم منظمة الصحة العالمية وتوصي باستخدامهم في دول العالم. دكتور هاني، كلمة اخيرة، انت ترى انه لا يوجد ما يسمى بالموجة الثانية، ورسالة منك بقى للمواطنين في مصر. هو الاول ممكن يحصل موجه ثانيه وي دون نو، لكن السؤال الرد عليه ممكن يحصل وممكن يحصل زي ما قلت حضرتك، هي رمادي مش ابيض واسود. الرساله لاخواتنا كلنا، اولا للمشاهدين، بليز ارجوكوا، هو ابتدى يقل لكن هو في وسطكم، فهو ما راحش، فانت انت اللي يعني الوقايه خير من العلاج، وانت طبيب نفسك مش طبيب نفسك بس. يعني نستمر في لبس الكمامة دكتور هاني؟ الكمامة اسلوب حياة بنسميها نيو لايف، حياة جديدة لازم نمشي عليها سنين لغاية ما وممكن الكوفيد 19 يندثر تماما زي ما راح صار، زي ما راح المرسى، زي ما راح الميدل ايست، ممكن ما يروحش، ما نسمعش خالص على الكوفيد 19. طب الرعب اللي هو بتاع الرعب بتاع لمس اكياس الدليفري والاكل والشرب ده ايه؟ خلاص هو طبعا هو الفيروس مش هو، كنا زمان بنقول ان دروبلت انه بينزل على الاسطح، دلوقتي بقى كتير قوي بنتكلم على الايربورن انه ممكن ينتقل عن طريق الهواء. اللي جاي الدليفري لازم احنا الحياه الجديده انه بيجي لك بتاع الدليفري لازم تشيل الشنطه اللي بره بتاعت الدليفري بره وتحطها في شنط من عندك جوه، بعد ما تدخل تغسل ميه وصابون كويس زي ما انت بتعمل اسلوب الوقايه العاديه وتنظف حاجاتك، لكن مفيش بروف. هو ده نسبه قليله قوي انه يتنقل عن طريق الكلام ده، لكن احنا شفنا في بعض الناس بتقعد تاكل من الاكل والحاجات من ده وتودي، يعني احنا مش هنقدر نكنترول البيهيفير بتاع الناس. اعمل اللي عليك، اولا لبس الكمامه اسلوب حياه، اذا كل الناس لبست كمامتها ل 2 ويكس او 4 ويكس هتقل كل الاصابات في مصر. اذا التزموا بالتباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي 6 فيت المترين كلهم هيقل جدا القصه في مصر. اذا خدوا بالكم الشتاء داخل كل الناس هتقعد في البيوت وهتتزور في البيوت. خدوا بالكم من بعض، الغسيل الايد بس 20 ثانيه كويس، وغسيل ايد يفضل عن الكحول 60%، لان الكحول حتى لقينا فيها نسبه توكسينز، هنا فيها نسبه مسممات في الكحول في السبراي في الكحول الهاند سانيتايزر. فخدوا بالكم انه الحاجات البسيطه جدا ممكن تفرق. لما تلاقي نفسك عندك كوفيد 19 بليز استشير الدكتور، وفي ريد فلاكس في اعراض. وانا بشكركم جميعا، دكتور هاني عياش الاستاذ بجامعه نيويورك، الدكتور شريف حتى استاذ الطب الوقائي، دكتور اشرف عقبه رئيس اقسام المناعه والبطنه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضراتكم، شرفتونا واسعدتونا. ونلخص الكلام في جملتين، الوصول الى اللقاح، احنا من 6 شهور الى 9 شهور اللي مفيش تعبير باسم موجة تانية، ولكن في حاجة اسمها إجراءات احترازية. خلينا نكمل شوية لحد ما يظهر اللقاح. اطلع فاصل قصير وبعد الفاصل عموم الناس.